سلايدر سلطة التونة من ألذ السندوتشات اللي ممكن تاكلونها. هذه مكوناتها، راح استخدم اليوم تونة من جودي بنكهة الليمون والفلفل الأسود. ما تتخيلون قديش لذيذة هذه التونة، متأكدة راح تحبونها وتعتمدونها. نفتح علب التونة ونضيفها حسب حاجتك، أنا استخدمت علبتين من الحجم الصغير. بعد كذا راح أضيف عليها مكونات السلطة حقتي، أضفت الخس، الجزر المبشور، أضفت البصل الأخضر وسويت ريليش أو مخلل خيار براحتكم، وراح نضيف الذرة، وإذا تحبين عين الجمل ضيفي. راح نضيف شوي من الخردل، ممكن استخدام خردل ديجون. راح أضيف مايونيز بالليمون أعزز نكهة الليمون شوي، أو مايونيز عادي براحتك. بعد كذا راح نخلط هذه المكونات إلى أحصل على مزيج شبه لزج، زي ما أنتم شايفين هذا القوام بالضبط اللي أنا أبي أحصل عليه. راح نفتح السلايدر، اخترت نوعين من السلايدر بالحبوب وعادي، وراح أعبيه وأكون كريمة وأنا أعبيه وأحطه في الساندويتش. بعد كذا راح أقدمه، متأكدة كل العائلة راح تعشق هذه الوصفة، مرة لذيذة ما تتخيلون لذاذتها. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، تبقى عندك كذا لقمة صغيرة ودك إنها ما تخلص، مرة لذيذة، متأكدة راح تدمنون وراح تحبون وتعشقون هذه التونة. مندي حصوصي لذيذ طبعا كالعادة، غيرت شوي في التتبيلة اللي دايما أسويها، تعالوا نشوف الطريقة. حطيت زبادي وحطيت مجموعة من البهارات مكتوبة لكم وخلطهم مع بعض. من أسرار المندي إنك تفركين الدجاج كذا من قلب، مو بس تحطين التتبيلة، أفركي وطري الأنسجة، كل ما طريتي الأنسجة كل ما كان أفضل، أفركي من قلب القلب. رح ناخذ الآن البصل ونحمره شوي لحد ما ياخذ لون ذهبي حلو، هذه الدرجة تقريبا اللي أبيها. في صينية فرن أحط الرز، يكون نوعه مزة أو سيرة مغسول بدون نقع هو الأفضل. أضيف عليه البصل اللي حمرته، وأضيف فلفل بارد وطماطم، أضيف بهارات حب من أساسها الكزبرة ومكعب مرق الدجاج والملح. بعد كذا أضيف زيت وأضيف موية، لكل كوب رز كوب موية، الرز يكون مزة. راح أحط شبك أو قصدير ونسوي فيه ثقوب، وأحط عليه الدجاج اللي تبلته. بعد كذا أغطيه بورق زبدة، وايضا اغطيه بقصدير واكتمه مره مضبوط، وادخل الفرن على حراره 250 لمده ساعه. بعد ساعه اكشف عنه، واذا حابه تحمرين الدجاج حمريه. راح اضيف عليه السر الثاني اللي هو ماي كادي مخفف بمويه، وراح نبخره بعد ما حمرت الدجاج واكتمه، اللي يحب يبخر يبخر. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف الرز حباته حلوه، وهذا المندي حيل لذيذ يستاهلكم. ويلا نسوي مع بعض ألذ سينابون كيك. في الخلاط نضيف السكر والبيض والفانيليا، نخفقهم مع بعض، وبعدين نضيف عليهم الحليب السائل والزيت، نخلط المواد الجافة مع بعض ونضيف عليها خليط السائل ونقلب. نجهز خليط القرفة، نضيف زبدة وسكر بني وأبيض، قرفة مطحون من سرة، ونقلبهم مع بعض، ونوزع الخليط على الكيك بهذا الشكل، وبعدين ندخل الكيك الفرن، ولما تطلع نخليها تبرد ونجهز الصوص الأبيض. نحتاج جبن مربعات، سكر بودرة، ونخلطهم مع بعض، بعدين نضيف عليهم الزبدة والفانيليا وشوية حليب، ويكون جاهز. وبعد ما تبرد معانا الكيكة نزينها، طبعا التزيين رجع لكم، ونقدمها مع بعض. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، مرة هشة ومرة لذيذة، أنصحكم تجربوها، وعليكم بألف عافية. كرات اللحم السويدية جدا لذيذة وألذ من اللي تاكلونها في المطاعم. راح تنقسم المكونات إلى قسمين. نجهز كرات اللحم، حطينا لحم عجل بلدي، وحطيت بصل، بقدونس، وثوم، وبيضة، ومجموعة من البهارات اللي أساسها جوزة الطيب والبهار الحلو والفلفل الأسود والملح، ونضيف البقسماط، استخدمت البانكو، وأدعكها وما أبالغ كثير بالدعك عشان ما تصير قاسية. أسويها إلى كرات زي ما أنتم شايفين بهذا الحجم تقريبا، وأكورها، وبعد ما أخلص كل المجموعة ممكن أفرزن جزء وأستخدم حاجتي. ممكن تقلينها أو تشوينها أو بالقلاية الهوائية. بخيتها بزيت وراح أدخلها الفرن لحد ما تستوي تماما. نجهز الصوص، حطيت الزبدة، بعد ما ذابت حطيت الدقيق وقلبت لحد ما تغير لونه شوي وطلع نكهة كذا مرة جميلة. راح نضيف الورشسترشاير صوص، وراح أضيف الماسترد، استخدمت خردل ديجون ألذ بكثير، ونضيف مرق اللحم بالتدريج عشان ما يكتل معانا. بعد كذا أضيفه وأظل أحرك باستمرار لحد ما يتكون مزيج بهذا القوام اللي انتم شايفينه. أتبله بملح وفلفل أسود وحركه شويات. بعد كذا راح أضيف عليه كريمة الطبخ وخليه يتسبك شويات. راح أجيب الكفتة اللي أنا خلصت وشويتها أو قليتها وأحطها في الصوص وخليها تاخذ من نكهة الصوص، يعني تقريبا حول دقيقتين ثلاث.
تقدمينها مع البطاطا المهروسة أو الباستا، اخترنا نقدمها اليوم مع الفوتوشيني، كانت جدا جدا لذيذة لا تقاوم. جرب ثلج، توت مثلج، ماء غازي، آخر شيء عصير ليمون.